إلى ذلك، أكد الخبير الأمني أحمد الشريفي أن قوات التحالف لن تخرج من العراق إلا بقرار يقره مجلس الأمن الدولي، وقال إن قوات التحالف جاءت بقرارات من مجلس الأمن بسبب تهديد الأمن والسلم الدولي، وبالتالي لن تستطيع أي قوة أو قرارات داخلية أن تلزم تلك القوات على الخروج من العراق. وأضاف الشريفي أنه حتى على الولايات المتحدة نفسها ليس بإمكانها اتخاذ قرار الخروج من العراق إلا بموافقة مجلس الأمن الدولي، كون ذلك أن قوات التحالف هي قوة تشكلت بقرار من مجلس الأمن.